قال ربنا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فأمر الله خاتم الرسل وسيده ونبينا عليه السلام أن يقتدي بمن سبق، فما تفرق من الفضل في أنبياء الله عليهم السلام جمعه النبي صلى الله عليه وسلم. امتثل أمر ربه فاقتدى بالأخيار من الأنبياء قبله، فلما اقتدى بالأنبياء قبله أضحى ما كان متفرقا فيهم من الفضل والخصائص كله مجموعا به صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ رحمه الله: فإذا رحمت فأنت أم أواق هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها لو أن ما ملكت يداك الشعر، وإذا أخذت العهد وأعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا التيام كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتليت فجنة الأبناء، وإذا قضيت وإذا رفيت رأى الوفاء مجسما في برجك الأصحاب والخلطاء. همزية معروفة المقصود منها بعض ما جمع الله من الفضائل في شخص نبينا صلوات الله وسلامه عليه.